أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بنبتدي النهاردة السنترال نيرفس سيستم الموتور ليكتشر 2، وهي خاصة بموضوعين: البولي سينابتيك ريفلكسز والترانسفيرس سيكشن في السباينال كورد. في عجالة أذكرك بالمحاضرة الأولى كنا اتكلمنا فيها على الستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس. وبرضه مهم جدا في اي ريفلكس انك تعرف ان ريفلكسز بتنقسم بطرق ثلاث، بثلاث طرق. فممكن نقسمها الى، ثواني بس اقفل ال، بنقسمها حسب موضع السنتر الى اربعة انواع: سباينال لو كان في السباينال كورد، ميدلري لو كان في الميدلا وبلنجاتا، ميد برين لو كان في الميد برين، وكورتيكال لو كان في الكورتكس. يبقى حسب السنتر لازم تبقى عارف في كل ريفلكس هل هو سباينال ولا ميدلري ولا ميد برين ولا كورتيكال. حسب عدد السينابس في ثلاث انواع: مونو سينابتك، والاكزامبل الوحيد هو الستريتش ريفلكس. باي سينابتك، والاكزامبل الوحيد هو الانفيرس ستريتش ريفلكس. الباقي كله اللي هو موضوعنا دول بولي سينابتك. تالت تقسيمه يا اولاد حسب مكان الريسبتور. لو في الجلد يبقى سوبرفيشال ريفلكسز، لو في الماسلز تندون جوينتس او ما شابه يبقى ديب ريفلكس، لو في الفيسرا يبقى فيسرال ريفلكس. يبقى بنقسم الريسبتورز، وفي كل ريسبتور في العملي او في النظري لازم توضح هو ينتمي لانهي نوع تبعا للتقسيمات الثلاث حسب السنتر: سباينال، ميدلري، ميد برين اور كورتيكال. حسب السينابس: مونو اور باي اور بولي سينابتك. حسب موضع الريسبتور: سوبرفيشال، ديب اور فيسرال. فنتوكل على الله ونبتدئ في عجاله كده قبل ما يحصل حاجه في البث، مش عارف ليه البث فيه حاجه. ونبتدئ بالبولي سينابتيك ريفلكسز. قلنا ان كل البولي سينابتيك ريفلكسز بتتميز ببرونجد افتر ديسشارج. وبرضو في عجاله هذكرك على الافتر ديسشارج اللي قلناه في الترم الاول. الافتر ديسشارج معناه ذا اوتبوت نيرون كونتينيوس تو، الاوتبوت كونتينيوس تو ايه؟ to discharge after stoppage of the stimulus. يعني بعد ما توقف الاستيمولس الاوتبوت نيرون هي discharge after، فسموها after discharge. وكنا فسرناها بثلاث طرق، هنا طريقتين هما المتسببين في البرونجد after discharge في حاله البولي سينابتيك ريفلكس، اللي هما الثانيه والثالثه اللي هما الاهم: البارليل تشين سيركتس او ريفربريتنج او كلوزد تشين سيركت. طيب في البولي سينابتيك ريفلكسز يا اولاد هنتكلم على نوعين. النوع اللي هياخد معظم الوقت اللي هو السوبرفيشال ريفلكسز، واللي معناها ان الريسبتور موجوده في السكين، ونوع هنقوله في عجاله اللي هو الفيسرال ريفلكسز، لان هنرجئه كلهم في اوانيه. فاول ريفلكس في السوبرفيشال بولي سينابتيك ريفلكسز، وده سباينال ريفلكس، يبقى عرفت من حيث السنتر هو سباينال، من حيث الريسبتور هو سوبرفيشال، من حيث السينابس هو بولي سينابتيك. اول واحد واهمهم في النظري هو الفلكسور ويزدرو ريفلكس. وانا عاوز اعلمكم حاجه يا اولاد، ان كل ريفلكس عشان نشرحه بطريقه جيده بنحب نشرحه في سته نقاط وعاوزين نتفق مع بعض عليهم. الاستيمولس هياثر على ريسبتور نمره 2، هيبعت عن طريق افرنت نمره 3، سنتر نمرة 4 هيرد عن طريق إيفرين نمرة 5، وبعدين الريسبونس. وبقول لو انك خدت الانيشالز الحروف الابتدائية في الست جمل دول هتلاقيها ماشية مع كلمة صراصير: ستيمولس، ريسبتور، إيفرين، سنتر، إيفرين، ريسبونس. وعاوز كل ريفلكس تشرحه في الموتور
لما يجي لك ويبقى ريفلكس مهم تركز على الستة النقاط دي. ايه فكرة الفليكس والدرول؟ انك انت لو واحد شكني في ايدي فبعمل فليكشن اند ويدرول عشان ابعد عن مصدر الاذى، عشان كده سموا الريفلكس فليكسور ويدرول ريفلكس، بعمل فليكشن اند ويدرول. طيب يبقى نيجي الاستيمولس. يبقى الاستيمولس عبارة عن حاجة painful stimulus injurious stimulus، فهو الريسبتور عليه الريسبتور هيبقى هو ال pain receptor اللي هو ال free nerve endings مرسوم مصادك اهو. طب الافرنت كلنا يعلم ان ال pain receptor ولا الواحد سؤال شافه ومهم بيتصل بنوعين من الفايبرز C fibers وهي الاهم الامينيتد او A دلتا. هنا في الحالة دي فكر معايا، انت همك تسحب ايدك بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة، يبقى الافضل ان يبقى نوع الفايبرز A دلتا. طب نيجي للسنتر، السنتر هو السباينال كورد وبوليسينابتك، يعني في اكتر من وان انتر نيرون. طب الايفرن كلنا حفظنا ان الاكسترا فيوزل كونتراكتايل ماسل فايبرز بتاعت السكريتال ماسل سبلاي دي بي الفا. طب والريسبونس واضح في اسم ريفلكس فليكسور ويدرول، هعمل فليكشن اند ويدرول ليه؟ تو جيت ذا ليم اواي فروم ذا انجوريوس ستيمولس. ده بيجي سؤال نظري ديسكاس فليكسور ويدرول ريفلكس، يبقى حضرتك هتكتب الست نقاط، مش هعيد كتير لان ما بنش النت النهارده ولا امبارح، يعني يا ريت نقدر نخلصه بصوره جيده تسمعوه بسمعوه اكتر مره انتوا. يبقى ستيمولس ريسبتور هيبعت عن طريق افرنت سنتر افرنت ريسبونس، قلنا لو خدت الانيشالز هتبقى كلمه صراصير. طب نيجي البروبرتيز اوف فليكسور ويذدرول ريفلكس، يعني بعد ما تكتب السته دول تقول البروبرتيز. هما ليه بروبرتيز كتير الحقيقه قوي، انما في اتنين هما الاكثر اهميه. اول حاجه ظاهره الريسيبروكال انرفيشن ومعناها التغذيه المتعاكسه، وبغرض ان انا في انجوريا ستيمولس يا اولاد يبقى عاوز ابعد عنه بسرعه، يبقى مفروض الاكستنسور ماسل ما تعاكسش الفليكسوس، انا عاوز اعمل فليكشن يبقى لازم اوقف الاكستنسور. فمن جمال الخلق والخالق ان ربنا خلى البينفول ستيمولس اللي بيستيميليت النيورونز بتاعه الفليكسوس في نفس الوقت بيعمل انهيبيشن للنيورونز بتوع الاكستنسورز، فتعمل كونتراكشن في الفليكسورز وتوقف الاكستنسورز وتعمل لهم ريلاكسيشن فيحدث الفليكشن بصوره سريعه. طيب تاني نقطه ظاهره الكروس اكستنسور ريفلكس وراسمها لك اهي. لو انا عملت سترونجر ستيمولس للرجل فمش بس هعمل فليكشن في الابسيلاترال ليم في الليم بتاع نفس الناحيه، الامبلسز هتكروس للناحيه الثانيه وتعمل اكستنشن في الاذر ليم الكونتراكتور ليم. ليه؟ لان سحبت رجل عشان ما تقعش لازم رجل الثانيه تتشد جامد تو سبورت ذا بادي ويت. يبقى طالب بيقول لي الامبلسز عملت ايه؟ عملت اكستنشن كروسنج واكستنشن كروسنج واكستنشن، عشان كده سموا ريفلكس كروست اكستنسور ريفلكس. تبقى فاهم جت منين الكلمه، لان الامبلسز كروس وعملت اكستنشن فسموه كروس اكستنسور ريفلكس. برضو عاوز في عجاله افهمك ايه حكايه الافتر دي. تخيل لو في بينفول ستيمولس وانا سحبت ايدي وراحت راجعه تاني، طب هترجع لمصدر الاذى. فعشان كده لما بيبقى في بينفول ستيمولس بسحب ايدي وبتقعد مسحوبه لفتره بسبب ظاهره ايه بقى؟ ان الستيمولس خلص بس انا لسه ساحب ايدي مع اني خلاص الاستيميليشن خلص بسبب ظاهره الافتر ديشارج اللي هي قلنا انها برولونجد في كل البوليسينابتيك ريفلكسز. طيب انتقل للريفلكس الثاني والثالث والرابع. بص معايا، اول حاجه اسمها ابدومينال ريفلكس. ابدومينال ريفلكس، الابدومينال ريفلكس في الطب مهم جدا. نجيب العيان نعدي بطنه، نجيب مفتاح
ونعمل سكراتش للابدومين في الاتجاهين دول فوق الامبلايكس وباللون الاحمر تحت الامبلايكس. عشان كده انا عندي ابر ابدومين ريفلكس اللي هو باللون الازرق ولور ابدومين ريفلكس وهوريها لك في عجاله. نفرض ان الابدومين اسبير، هعمل سكراتش كده وسكراتش كده، ستروكينج اوف ذا سكين، يعني احك بحاجه بلانت عشان خاطر ما اعورش الجلد. هتلاحظ انك عارف ان كل واحد بيزغزغ واحد، لما تحك كده تلاقي المسل كونتراكت ناحيه دي، كده المسل كونتراكت ناحيه دي، ونفس الكلام لو عدت من تحت، يبقى بتعمل اثنين ابر واثنين لور. السنتر بتاع ابر ابدومينال ريفلكس من 7 ل 10 ثوراسيك، طب واللور من 10 ل 12. الكلام ده بقى هقوله للزملاء، ما اهميه هذا ريفلكس؟ هذا ريفلكس يا اولاد موجود في كل الناس الطبيعيين، يعني لو موجود ملوش قيمه، ما كل الناس الطبيعيين لو عملت لهم ستروكينج للسكين في الاربع اتجاهات، كل مره هتستروك الناحيه دي المصل دي كونتراكت فالامبلايكس يروح ناحيتها، الناحيه دي يروح الناحيه الثانيه ان سو اون. فلو موجود ملوش قيمه، طب لو مش موجود برضه ملوش قيمه، لان الناس الفيري اوبيس التخان قوي ما عندهمش هذا الريفلكس، ما بيحصلش لانه ما فيش ادكوت ستيميليشن. فطالب قال لي انت حيرتني، يعني بتقول لنا ريفلكس وجوده ملوش قيمه لانه في كل الناس طبيعيين، وعدم وجوده ملوش قيمه لان معظم الناس الاوبيس عندهم هذا النوع، ما فيش عندهم هذا النوع من ريفلكس، امال امتى يبقى مهم؟ الكلام ده يا اولاد انا بقوله للزملاء اساسا. اهميته في الطب، وانا عاوزكم تطلعوا دكاتره شاطرين، ان لو عيان عنده كومبليت ترانسفيرس سيكشن في السباينال كورد عند ثوراسيك 10، يعني مقطوع السباينال كورد عند ثوراسيك نمبر 10، في الحاله دي اللي فوق ما زال متصل بالهاير سنتر يحصل الابر ابدومينال ريفلكس، طب ولما تيجي تعمل اللور ما يحصلش. يبقى اهميه هذا الريفلكس الوحيده في الطب وتعلموها معايا، هو لو الابر كان موجود واللور مش موجود يبقى تشخص وانت مغمض ان العيان ده عنده ترانسفيرس سيكشن قطع في السباينال كورد عند ثوراسيك 10. ثوراسيك 10 فليكس الثالث اللي هو كريماستريك ريفلكس، هاجي عند الابر انر اسبيكت اوف ذا ساي تحت الخصيه. الريفلكس ده اساسا ما بنعملوش غير في الميز خلاص، فبنيجي عند الجزء العلوي من الثاي على الميديال سايد ونمسك مفتاح برضو يعني بلانت اوبجكت ونعمل سكراتشنج للسكين تحت الخصيه على طول، فتلاقي هيحصل ايه؟ ريفلكس كونتراكشن في الكريماستريك ماسل، عشان كده سموه كريماستريك ريفلكس، وإليفيشن اوف ذا تيستيكل فاسمه كريماستريك ريفلكس. السنتر بتاعه 1-2 لامبر. طب هتسالني اهميته ايه؟ لو عملت الريفلكس ده ولقيته ابسنت يبقى المرض اصاب 1-2 لامبر. طيب انتقل للريفلكس الرابع وهو الاهم، بلانتر ريفلكس. لو جيت لاي شخص في البير فوت رجله العاريه وجبت مفتاح، كمان يكون مفتاح ليه عشان يبقى بلانت اوبجكت ما عورش، بس خد بالك الجلد في السول جامد، فهنا عشان كده هنقول فيرم سكراتش. تعمل فيرم سكراتش لمين بقى؟ لللاترال اسبيكت اوف ذا سول كده اهو، وبعدين تطلع بعد كده ناحيه الصباع الكبير، يبقى فيرم سكراتش لللاترال اسبيكت اوف ذا سول. كلنا عارفين وانت متخيل ريفلكس كلنا هنروح عاملين ايه؟ زي ما واحد بيزغزغك تروح منزل صابعك الخمسه لتحت، تعمل بلانتر فليكشن اوف ذا all toes of the five toes، فسموا reflex plantar reflex. يبقى أي شخص هتعمل له firm scratch لمين؟ حب الدقة قوي، للسول فين؟ عند lateral aspect، هيعمل normal response plantar flexion of all toes. طب إيه abnormal response؟ لو البيراميدال تراكت والإكسترا بيراميدال تراكت، اسمعني كويس قوي، فيهم ليجن، ودي من اشهر الامراض في العصبيه في الانسان، اللي هو الشال النصفي بيبقى مقطوع البيراميدال اكسترا بيراميدال،
فلو مش موجودين مقطوعين او اسمع التانية او مش شغالين هما ما بيشتغلوش في الانفانت، لان الانفانت البيراميدال تراك ما بيبقاش مايلينيتد وفانكشنينج غير بعد سنه، عشان كده الانفانت ما بيمشيش غير بعد سنه. او في واحد في ديب سليب قلنا نايم نوم عميق البيراميدال والاكسترا بيراميدال مش شغالين، او اندر انستيزيا يحصل ريسبونس تاني خالص، بدل ما يعمل بلانتر فليكشن اوف اول توز، وعش كده سموا ريفلكس بلانتر ريفلكس، يعمل دورسي فليكشن في البيك تو نمره واحد، ده اول كومبوننت، وده معناه البيراميدال مش شغال، وفانينج في الاذر توز، وده معناه الاكسترا بيراميدال مش شغاله. واول واحد الحقيقه ما كانش اول واحد، في قبليه في القرن ال 15 لاحظوها، انما اول واحد سجل الكلام ده كان اسمه بابينيسكي، جوزيف بابينيسكي، في سنه 1896، وكان يعني بريك ثرو في ريفلكسز. هتفهم ليه، لان هذا ريفلكس بيانديكيت لما عيان يبقى مش قادر يحرك رجليه ان ده عنده ليجن في البيراميدال والاكسترا بيراميدال، بدل ما بيعمل بلانتر فليكشن، ما يعمل بلانتر فليكشن لاول توز، يعمل حاجتين تو كومبوننتس، دورسي فليكشن في البيك توز بقه الكبير يجي لفوق، والصوابع الثانيه فانينج تعمل زي المروحه فانينج وذ اذر توز. وانا عشان احفظها لك بطريقه سهله، لان ده اهم ريفلكس عندنا اكلينيكيا. الاكسترا بيراميدال تراكتس كتيره بتعمل فانينج لكل التوز، بينما البيراميدال واحد بيعمل دورسي فليكشن في البيك تو، وفي الحاله دي نسميها بوست بابينيسكي ساين. هنسالها لك في الشافوي في العملي، وتجي لك في النظري لما نيجي ناخد الابر موتور نيورون ليجن. امتى يحصل البوست بابينيسكي ساين؟ انتهى النظام. تقول في حالات فيسيولوجيكال لو البيراميدال والاكسترا بيراميدال مش شغالين، وتدي ثلاث امثله جمال في الانفانت، ديب سليب، والانستيزيا التخدير. الحاله الاهم الباثولوجيكال لو عيان عنده ابر موتور نيرون ليجن مقطوع عنده البيراميدال، وده يدي دورسي فليكشن اوف بيك تو، والاكسترا بيراميدال وده يدي فانينج اوف اذر توز. السنتر بتاع هذا ريفلكس اظن انت لسه فاكر كنا قلنا الكريماستريك، بنراجع نفسي اراجع بس انا خايف على البث يا اولاد، عشان كده ماشي بسرعه شويه، يعني انت تبقى تراجعه اكتر مره. 1 2 لامبر، انما ده 1 2 ساكرال، يبقى الكريماستريك 1 2 لامبر، انما ده 1 2 ساكرال. انا عندي تامل برضو برغم السرعه احب اقوله، انت عارف التامل فين؟ التامل يدل على حاجه واحده، كما هي عادتي، انه وراء الخلق خالق. فانا قعدت ابحث عن هذا الريفلكس، يعني ايه اللي يخلي ريفلكس يحصل بلانت، يعني يحصل في وجود البيراميدال تراك بلانتر فليكشن، في غيبه البيراميدال اكسترا بيراميدال يحصل العكس، دورسي فليكشن اوف بيك تو فانينج اوف اذر توز. ولو فهمت اللي اقوله هتستمتع معايا كويس قوي يا اولاد، فركز معايا من فضلك. دلوقتي انت عارف ان الطفل الهيومن بيبيز ما بيمشيش غير عند سن سنه بفعل البيراميدال تراكت، يبقى اول سنه ما فيش بيراميدال ما فيش ماشي. ففي عدم وجود البيراميدال تراكت، لو انت عملت سكراتش رجله من تحت، يعني كانك بتحاول تاذيه، خصوصا الجلد بتاعه ضعيف، الطبيعي ان يعمل ايه؟ يقرب منك ولا يبعد؟ يبعد عنك. عشان كده ربنا خلى في غيبة البيراميدال تراك نعمل نبعد دورسي فليكشن، دورسي فليكشن وبيك تو فانينج واذر توز. كمل، افتح ودنك واسمعني. As a part of flexor withdrawal reflex، كجزء من الفليكسور withdrawal reflex. طب لما تكون البيراميدال تراك اللي هو هيعمل ايه البيراميدال تراك ده في البيبي بعد سنه؟ هيمشيه. ما خدتش بالك ان الانسان دون سائر الكائنات بيمشي على فيري نارو بيز اللي هو رجلتين قدمين بس، معظم الكائنات بتمشي على اربع اقدام، احنا قدمين بس. يبقى ايه رايك، تحب القدمين دول توسع السبورتنج سيرفيس ولا تضيقه؟ طالب ذكي بيفكر معايا قال اوسعه. عشان كده ربنا خلى البيراميدال تراكت يقلب الريفلكس من دورسي فليكشن كجزء من فليكسور درول طالما مفيش ماشي، الى بلانتر فليكشن
الأصابع تلزق في الأرض عشان نزود السبورتينج إيريا. سبحان الله، وراء الخلق خالق، في تأمل خاص بالعبد الله. إيه الفكرة بتاعت البلانتر فليكس؟ ليه في وجود البيراميدال تراكت النورمال وهو موجود في معظم الأونة نعمل بلانتر فليكشن أوف أول توز، نلزق الصابع في الأرض، ده البيراميدال تراكت بتاع المشي عشان نزود السبورتينج إيريا اللي هي أوريدي صغيرة. انما البيراميدال تراكت مش شغال، ما بمشيش، انفنت لسه بعد سنه هيمشي، انت نايم ما بتمشيش، ديب سليب انستيزيا، لما حد يحك رجلك المصلحه انك تبعد فتعمل دورسي فليكشن في البيك تو وفانينج في الاذر توز اللي هو البوست مابينيسكي ساين. ايه الاهميه الكلينيكيه يا اولاد؟ انها دي نوتنج بقى لو انت مش نايم ومش انستايز ومش انفنت، ان البيراميدال مش شغال. هو الاكسترا بيراميدال اشهر مرض عصبي في الانسان اللي هو الشلل النصفي اللي هو الابر موتور نيورون ليجن، والسنتر بتاع هذا ريفلكس فيرست وسكند ساكر. يبقى خدنا اربع ريفلكسز، فليكس درول وده بيجي نظري، بعد ابدومينال نمره 2، كريماستريك نمره 3، بلانتر ريفلكس قلنا الابنورمال فورم بتاعه اللي هو البوزيتيف بابينيسكي، وفهمته لك بما يدل كما هي عادتي على انه وراء الخلق خالق. كمل بقى يا اولاد. ريفلكس رقم 5، positive supporting reaction، شيء رائع. دلوقتي لما حضرتك بتيجي تقف على الارض، معلش على قد ما هقدر ابينها، يعني انا واقف على رجل واحد، انت متخيل اهي رجل واحد، رجل تاني هنا، يبقى عملت دي بريشر على الصول، فالمصلحه ان رجلي تتحول لريجيد كولم تو سبورت ذا بودي ويت. فعشان كده ربنا خلى اول ما تحط رجلك على الارض وتعمل ديب بريشر على السول، ديب بريشر على السول، يحصل ريفلكس كونتراكشن في الاكستنسور فليكسوس. ليه؟ عشان تحول الليمب الى ريجيد كولم تو سبورت ذا بودي ويت. فعشان كده سموها بوزيتيف سبورتنج رياكشن. اقول لك فين السؤال في الشفه بقى، انا حافظ الاسئله سؤال سؤال. هو ده الريفلكس الوحيد الذي لا يتبع ريسيبروكال انرفيشن. يعني انت بتكون تراكت الفليكسور الاكستنسور والفليكسور، ليه؟ عشان عاوز تحول الليمب لريجيد كولم تو سبورت ذا بادي ويت. يبقى الاستيمولس ديب بريشر على السول اوف ذا فوت، وريسبونس كونتراكشن في الفليكسور الاكستنسور عشان احول الليمب لريجيد كولم. للاوائل ولبعض الزملاء صغيرين سنة، هما لسه مو بوزيتيف عشان في نيجاتيف. وبحكي في عجاله قصه صغيره، انت في ميدان التحرير في مصرنا العزيزه وعاوز تلمع الحذاء بتاعك، انت ايه وضع رجلتين؟ في رجل الراجل هيقول لك انت واقف على رجل، والراجل هياخد رجلك الثانيه ويحطها على الصندوق بتاعه. رجلك اللي انت واقف عليها في ديب بريشر على السول، في كونتراكشن في الاكستنسور فليكسور، الرجل دي ريجيد كولم، هي دي اللي انت واقف عليها. وانس الراجل اللي بيلمع الحذاء رفع رجلك الثانيه من على الارض، يعني ما بقاش في ديب بريشر على السول، يحصل ايميديت ريلاكسيشن في الاكستنسور والفليكسور ماسلز اوف ذا ليج، وتبقى قدمك ورجلك طيعه جدا في ايده، يحركها زي ما هو عاوز يحطها بالظبط في المكان اللي عاوزه على الصندوق. يبقى الديب بريشر يعمل كونتراكشن يبقى بوزيتيف. غايبه الديب بريشر لما ترفع رجلك من على الارض تريلاكس الماسل كلها، هو ده النيجاتيف سبورتنج رياكشن. بس عشان نعرف، احنا مش جايين نقرا مع بعض يا اولاد. سكراتش ريفلكس نمرة 6، تيكلينج يعني ريبيتد ستيميليشن يوجوالي بانسكت، ريبيتد تاتش. تخيل لو حشره ماشيه عليك بتبقى بتعمل لك ريبيتد تاتش. اور ايتشينج اللي هو يعني عاوز اهرش، بيعمل ايه؟ بيعمل ريسبونس. عارفين كلنا الهرش، هشرح لك الهرش. تجيب ايدك لورا وبعدين لقدام، لورا وبعدين لقدام، يبقى تو اند فرو سكراتشينجز، دي اسمها سكراتش ريفلكس. برضه بولي سينابتيك، سباينال ريفلكس، سوبرفيشال ريفلكس في الجلد، يعني من حيث الاوصاف. نيجي اللوكال سكين ريفلكس. دلوقتي يا اولاد في البرد، لو او لو لو حط لو يو ابلايد برد لاي حته في جلدك يحصل فيها فازو كونستكشن. ونلاحظها كلنا، اما الواحد يجي له ابستاكسز يعني ينزل دم مناخيره وبيحط تلج عليه، اول ما يحط تلج يحصل فازو كونستكشن فبالتالي يوقف النزيف. بالعكس لوكال سكين هيت لما تسخن الجلد
بتلاقيه احمر ويعرق، يبقى الريفلكس كلنا عارفينها فازوديليتيشن اند سويتنج. حتى بتلاحظها لو انت حاطط ايدي على المكتب وبكتب، فايدي طبعا ملامسه المكتب يبقى دفيت اكتر، سخنت، ما ترفع ايدك تلاقي لونها احمر وفيها سويتنج. عندي تامل خاص يا اولاد برضو، وراء الخلق خالق. يعني ليه تعال نغوص في ريفلكس شويه، ليه نشوفه بهذه السطحيه؟ حضرتك وحضرتك والعبد الله بننام على السرير بالساعات بالليل، فلما بننام في يعني بوني بروميننس مضغوطه على السرير جامد، الحتت اللي عندها البونز. الله، البريشر بوينتس يا اولاد هتعمل مصيبه، هتقلل بلاد سبلاي للحاجات دي. بس في نفس الوقت الحته الملامسه جامد قوي للسرير سخنه، فربنا عشان يعوض ان البريشر بيقلل بلاد سبلاي خلى التلاصق ده والسخونه ده تعمل فازوديليتيشن عشان تزود البلاد سبلاي. واحد يقول لي يمكن تامل من دماغك، بس اقول له لا، وهديك دليل ان لما هنفقد هذا الريفلكس والعين ينام زينا زيه، يبقى الحته في عليها بريشر بيقل البلاد سبلاي، بس ما عندوش ان السخونه تزودها بانها تعمل فازوديليتيشن. في هذه المناطق يحدث له قرح فراش بيد ألسرز. يعني هذا الريفلكس اللي انت يعني مستصغره جدا، وكلمتين مفهومين، البرد يعمل كونستكشن والسخونه تعمل دايلتيشن، فقدان هذا الريفلكس يا اولاد يؤدي الى بيد سورس. سبحان الله، في نعم الله لا تحصى، اللي لازم يعني نحمد الله ونشكره في كل ثانيه، لان النعم التي لا نعرفها مش اكثر تفوق بما لا يقارن النعم اللي انت عارفها. سبحان الله. ده كان السبع سوبرفيشال ريفلكسز. نيجي تاني نوع بقى الفيسرا ريفلكس، وقلنا فيسرا يعني ايه؟ يعني ريسبتور موجود في الفيسرا، لكن برضو هناخدهم هما سباينال ريفلكسز بولي سينابتيك. هناخد واحد مع الكدني باذن الله، الميكتوريشن ريفلكس. لما البلادر تمتلئ بالبول، ده الاستيمولس، الاستنشن اوف ذا بلادر، فين الريسبتور؟ يحصل استيميليشن لريسبتور في الوول اوف ذا بلادر، ممكن نسميها اسم من اثنين، ستريتش ريسبتور عشان البلادر ستريتشي، او ديستنشن ريسبتور عشان بحس ديستنشن، فتعمل ريفلكس كونتراكشن في البلادر وميكتوريشن. تمام؟ شرحه هناخد في الجاسترونسان تراكت في الريكتم، الديفيكيشن، لما الريكتم يمتلئ بالستول يحصل استيميليشن لستريتش ريسبتور تعمل ريفلكس ايفاكيويشن او ديفيكيشن. والإريكشن الانتصاب، أي استيميليشن للجينيتاليا بيعمل انتصاب عشان ده يبقى عبارة عن أنبوبة تساعد وصول السائل المنوي إلى الأذر بارتنر. دي كانت الجزء الأول في المحاضرة وهو البوليسينابتيك ريفلكس، وكده يبقى فرغنا من المونو ستريتش ريفلكس باي انفيرس ستريتش ريفلكس في المحاضرة الأولى، تقدر تتابعها على اليوتيوب، والبوليسينابتيك في المحاضرة دي. نيجي للجزء الأهم والألطف والإكلينيكي، اللي هو complete transverse section في الاسبينال كورد، اللي هو لو حصل قطع في النخاع الشوكي، اللي هم زي إخواننا اللي هم الهانديكاب الغلابة اللي بنشوفهم على ويل تشير، فموضوع مهم جدا، وهو أكثرهم ده بيعملوا لهم في الأولمبياد دورة خاصة بيهم. complete transverse section في الاسبينال كورد، وده سببه يا تروما يعني إصابة، يا تيومر ورم. وعاوز يعني تخليك معايا رقم السعد هنا يا أولاد هو رقم 3. فهناك 3 احتمالات، تعال نشوفه مع بعض. أنا عامل لكم رسومات جميلة خالص، يا رب يا رب بس اللي يمشي كويس القصة والبث يقعد مظبوط، لأن الحقيقة البث كان في المكان اللي كنت موجود فيه في كندا كانت حاجة كويسة خالص. طيب بصوا معايا، اول احتمال، في 3 احتمالات قلت انت جهز نفسك المينتال سيت، وما عشقت مثل عشق النظام، كل حاجه اقولها 3. لو عملت كومبليت ترانسفيرس سيكشن اباف سيرفايكال 5، يعني اتقطع السباينال كورد فوق سيرفايكال 5، خلاص العام مات، ريسبيراتوري فيلير. ليه؟
لان في الحاله دي انت فصلت الريسبيرتوري سنترز اللي في المضله وبلنجاتا والبونز عن الاوريجين اوف فرينيك نيرف. ما انت عارف الفرينيك نيرف اللي هو بيشغل الاونلي سكيليتال ماسل which is essential for life, الاونلي فولنتري ماسل اللي هي essential for life وهي الدفران. الفرينيك نيرف بيطلع من 3 4 5, فلو عملت قطع فوق مش هيشتغل لوحده, اللي هو بيشتغل كنتيجه لاوامر جاله من الريسبيرتوري سنتر, فيحصل ريسبيرتوري فيلير. وبحب يا اولاد تملي ادي المثال عشان ما نبقاش بنشرح في الـ في الـ في الـ في الفراغ الكوني. ده هو الاعدام شنقا يا اولاد, لما عشماوي بيحط الحبل حوالين رقبه الشخص والشخص واقف على خشبه بيسموها الطبليه في لغه عشماوي, يروح فاتحها فجاه فبثقل الشخص يروح واقع في اوضه تحتها يسموها البير بلغه عشماوي, فكل ثقله يتشال من عند راسه فيتكسر الفيرتيبرال كولم above سيرفايكال 5. فهو اكشولي بيموت كنتيجه الاختناق, لانه فصلنا الريسبيرتوري سنترز عن الاوريجين فريك نيرف. ده الاحتمال الاول, مفيش حاجه ندرسه, العام مات الاعدام شنقا. ناخد الاحتمال الثاني, كارثي. الاحتمال الثاني يحصل لو حضرتك في الاغلب, يعني اغلب سببي ممكن طبعا تيومر, ممكن تروما رصاصه في حرب, لكن في الاغلب لما حضرتك تقع على راسك على الارض او واحد بينط في السويمنج بول ما خدش باله راح ناطط في الشالو بارت في الجزء الضحل فنزل على دماغه زرع بصل بمثلنا البلدي, او زي السوبرمان كان ايامنا احنا اولاد, مفيش باتمان وايرون مان زي, وكان في راجل اسمه سوبرمان بيعمل افلام وهبحكي لكم قصته واحنا بنتكلم على الكومبليت ترانسفيرس سيكشن, وهو بيمثل لقطه على الحصان وقع على راسه اتكسر الفيرتيبرال كولم بيلو سيرفايكال 5. في الحاله دي بص بيلو سيرفايكال 5 اهي, يبقى دي ورجليه مشلولين, يبقى كوادريبليجيا, يبقى كل العضلات تحت القطع تحت الرقبه كلها مشلوله. لكن شوف عظمه الخالق, مين العضله الوحيده اللي تقعد شغاله؟ اللي هي ذا اونلي ماسل ويتش از اسينشال فور لايف, اللي هي الدفرام المسؤوله عن 75% من التنفس. ليه بقى؟ ودي بتفهم ان وراء الخلق خالق. كان ممكن ربنا الدفرام ده يديله النيرف سبلاي بتاعه من هنا من تحت من اللور ثوركس, انما ربنا خلى له نيرف طويل قوي 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 عشان السيتويشن ده, عشان الحاله دي ياخد من 3 4 سيرفايكل. واقول لك الثانيه اللي مش هيشرحها لك ناس كتير, وربنا خلى السيرفايكال فيرتبري كيرف مظبوط بحيث لما تقع على راسك الكسر يحصل تحت سيرفايكال 5. اذا فوق سيرفايكال 5 ده احتمال احنا اللي بنعمله, احنا اللي بنغير في خلق الله بالاعدام شنقا. انما ربنا حتى لو وقعت على راسك اللي هو الوضع الطبيعي ممكن واحد يقع على راسه, مظبط ربنا حاجتين, الكيرف بتاع السيرفايكال ريجون يتقطع تحت سيرفايكال 5, فايديك ورجليك يتشلوا يبقى شلل رباعي, كوادري يعني رباعي وبليجي يعني شلل. وشوف العظمه, والعضله الوحيده اللي تحت رقبتك اللي شغاله هي العضله الوحيده اللي اسينشال فور لايف وهي الدفران. وربنا عملها ازاي دي؟ خلى العصب بتاعها ياخد من فوق سيرفايكال 5 3 4 5 سيرفايكال. ولسه في العالم يوجد ملحدون, يا راجل ده انت تفكر كل حاجه محسوبه بعنايه وبدقه. طبيعه اللي بتعمل الكلام ده يا بني ادمين, طبيعه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. حاجتين, تقع على راسك يتكسر الفيرتيبرال كولم تحت سيرفايكال 5, طب كله يتشال تحت رقبتك ايديك ورجليك, عضله واحده اللي تفضل لك اللي انت عاوزها الدافرام, يبقى دافراجماتيك اكسبريشن وكوادريبليجيا. نيجي للاكثر شهره يا اولاد, ان يتكسر الفيرتيبرال كولم اللي هو بنشوفهم على الكراسي اللي هي المتحركه اللي هو في الميت ثوراسيك ريجن. هنا بقى في الحاله دي الدافرام شغال والانتركوستال شغاله زي الفل, اعصابهم متصله كلها بال ريسبيرتوري سنتر نورمال ريسبيريشن, والايدين شغاله زي الفل اللي مشلول بس رجليهم, يبقى طرفين متوازيين فيسموهم بارا يعني بارلل بارابليجيا. يبقى عندي ثلاث احتمالات يا اولاد, نقولهم في عجاله عشان برضو مش ضامن,
above cervical 5 مفيش عيان خالص respiratory failure الاعدام وشنقه. تحت cervical 5 ال respiration شغال diaphragmatic وشلل رباعي quadriplegia. في الميد ثوراسيك respiration normal ورجليه بس اللي مشلوله طرفان متوازيان هم اللي مشلولين يبقى paraplegia. ومع شق مثل عشق النظام يا اولاد لما يجي لك transverse section في spinal cord ما تعقبش على الشلل الاول، تعقب على الريسبريشن ثم الشلل. اول واحد في الثلاثه ريسبيرتوري فيلر، عشان كده شلل ايه اللي هتكلم عليه؟ اهبل. العام مات. ثاني عيان ديافراجماتيك ريسبريشن وكوادريبليجيا. ثالث عيان نورمال ريسبريشن وباراكليجيا. يبقى ثلاث احتمالات اهو، تعقب الاول على الريسبريشن اعملها لك باللون الاحمر ثم الشلل. طيب. في الاحتمالين اللي عاشوا دول اللي هو الكوادريبليجيا والبارابليجيا هتكلم في ثلاث نقاط مع شق مثل عشق النظام sensations motor actions and reflexes. السنسيشنز والموتور below the level of the region خلاص permanent loss. ليه بقى؟ لان sensation دي بتيجي عن طريق ascending tracts للمخ والموتور activity عن طريق descending tracts. والتراكتس يا اولاد التراكتس افتحوا دانك have no neurolemmal sheath ما عندهاش neurolemmal sheath وبالتالي not capable of regeneration تقدرش تريجنريت تتقطع خلاص خلصت على عكس النيرف النيرف عكس التراكتس جوه السبان كورد في neurolemmal sheath وبالتالي ممكن يحصل لها regeneration. ولو سألتني ليه؟ لأنه already التراكس مفروض احتمال قطعها قليل لأنها محمية بالفيرتبرال كولم إنما النيرز عرضة إنها تقطع أكتر فعشان كده ربنا عمل لها نيورولمال شيث. يبقى ما تخدعش المريض تقول له تحت الليفل أوف ذا ريجن اللي هتحس بقيت عمرك ولا هتتحرك. ينطبق أغنية طلب رحمه الله ودع هواك وانساه وانساني. عمر السنسيشنز والموتور اكتيفيتي ما هترجع تاني. هو بيقولهاش كده الاغنيه بالظبط اسمعها ودع هواك وانساه وانساني عمر السنسيشنز والموتور اكتيفيتي ما هترجع تاني. ليه؟ الاجابه في الشفوي because tracts have no neurolemmal sheath وبالتالي not capable of regeneration عكس النيرفز. وفهمتك ليه ربنا لانها احتمال انها تقطع قليل لانها محميه جدا بالفيرتبرا كولاب. خلاص بقى حظك في الحاجه القليله اللي اتقطعت فيها نصيبك كده. هنتكلم بقى عن ريفلكسز. اذا الحديث كله عن ريفلكسز يبقى قسمنا ثلاث انواع من العيانين above cervical 5 below cervical 5 في الميد ثوراسيك. في العيانين اللي عاشوا 2 و3 بنتكلم عن ثلاث نقط موتور سنسوري اند ريفلكسز. الموتور والسنسوري خلصناهم بيرمننت لوس ودع هواك وانساه وانساني عمر السنسيشن والموتور اكتيفيتي ما هترجع تاني تراكس نيفر ريجنريت. ما هنتكلم عن ايه يا اولاد؟ هنتكلم على الريسبتورز. تعال بقى نشوف اسف الريفلكسز. الريفلكسز هتمر بثلاث مراحل. اول ما يتقطع السبينال كورد هيحصل loss of all reflexes below the level of the lesion. كل الريفلكسز اللي تحت الليجا مش بقول في الجسم اللي تحت الليجا مش عاوز عبط هتفقد ونسمي ده stage of spinal shock. بعد اسبوعين لست اسابيع لو اعتنيت بالعيان كل الريفلكسز هترجع نسميها stage of recovery of reflexes. يبقى الاول stage of spinal shock هتفقد فيه كل الريفلكسز وبعد كده ترجع ستيج ريكفري ريفلكس. اما اذا ما اعتنتش بالمريض فبعد ما تريكفر يعني هتريكفر برضه بسرعه يحصل لها فقدان تاني ويتوفى الله يسموها فيلير ريكفري فيلير اوف ريكفري. يبقى الريفلكس هتمر بكام مرحله؟ ثلاثه. يبقى شوف الطريقه جميله قوي في الشرح ثلاثه مرضى في الاثنين اللي عاشوا هنتكلم عن ثلاث نقط موتور سنسيشن اند ريفلكسز. قفلنا الموتور والسنسوري خلاص بيرمننت لوس. السنسيشن يبقى ثلاثه هتنقسم لثلاثه تفقد ترجع ومفروض نقف هنا المفروض نقف هنا لو دكتور مهمل ندخل في الستيج الثالث اللي هو فيلير اوف ريكفري. الستيج الثالث ده لا يصح ان يحدث
وهيسألك عنه ربنا إذا حدث في المريض. مفروض العيان الطبيعي يمر بستيج وسبان شوكس وما ريكفر ريفلكسز فقط. تيجي هما دول السؤالين بقى يا اولاد اللي بيجوا في النظري، ستيج اوف سباينال شوك وستيج اوف ريكفري اوف ريفلكسز. طيب ستيج اوف سباينال شوك هنتكلم عليه مع شقه مثل عشق النظام في اربع نقط. ايه الكوز اوف ستيج اوف سباينال شوك؟ يعني ليه بيحصل سباينال شوك؟ الاول انا عاوزك تفهم السؤال مش تفهم الاجابه، تفهم السؤال الاول. طالب ذكي قال لي انت قلت لنا حدوث اي ريفلكس ارك اللي هو الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم، حدوث اي ريفلكس يعتمد على الانتجريتي اوف ذا ريفلكس ارك، سلامه ريفلكس ارك بمكوناته الخمسه ريسبتور افرين سنتر افرين افكتور اورج. اتعلمتنا كده ان طالما الريفلكس ارك سليم مفروض الريفلكس يشتغل. فانت ليه بتقول لنا القطع هنا اهو فوق؟ ليه قلت لنا الريفلكسز اللي تحت ليفل اوف ذا ليجن؟ افهم السؤال الاول. مع ان الريفلكس اركس بتاعتها كلها سليمه، الخمسه كومبوننتس موجودين زي الفل، ليه فقدت؟ اقول لك ليه فقدت في تامل برضو خاص لعبد الله. اذا ما فهمتوش مني يمكن تقعد ما انتش فاهمه، تفتح اللي هم امهات الكتب يقول لك ان ما هو تعريف الريفلكس انفولنتري اكشن، وانت شاعر ان هو صح. التعريف ده فيه خلل يا اولاد. ريفلكسز ماهاش توتالي انفولنتري، في هاير كنترول اوفر اول ريفلكسز. الريفلكسز عشان تشتغل محتاجه الهاير سنتر يبعت لها فاسيليتيشن يشغلها. هي انفولنتري اه بس عاوزه بيرميشن، عاوزه تصريح. واحد يقول لي انت بتعمل لنا امثله طفوليه، قولها لنا كده عشان نعيش الموضوع. فقلت حاجه لطيفه، حضرتك في اناء سخن جدا على الاوفل على البوتاجاز، انت ما بتعرفش البوتاجاز مطفي، ما بتعرفش سخن ولا لا. انت المفروض لما بتحط ايدك على حاجه سخنه بتسحبها فورا. حضرتك خطا رحت ماسك الاناء ده وهو غالي قوي وعزيز جدا عليك، اكتشفت انه سخن جدا. ما بتروحش ساحب ايدك وسايبه يتكسر، معظمنا ما بيعملش كده برغم الالم الرهيب. بيروح ماسك الاناء وحطه على حته قريبه وساحب ايده بعد كده. الله، يعني حضرتك قدرت توقف الفليكس وزدور ريفلكس لفتره وتعمله في الوقت اللي انت عاوزه. ده اللي هو ايه اقوى الفليكس؟ اللي هو الاستيمولس بتاعه بينفول ستيمولس انجوريوس ستيمولس، حرصا على الاناء. يبقى اذا الريفلكس ما هياش كده في المطلق انفولنتري اكشنز، لا، بامره الهاير سنتر. عمرها ما تشتغل غير لما الهاير سنتر يديها فاسيليتيشن. واديك مثال اخر، الطفل تحت سن سنتين تملى المثانه البوليه فاضي، تملى الريكتم يفضي، عشان كده بيلبسوا حفاضات، مفيش لسه ما كونش الهاير كنترول. انما احنا مش كده يا اولاد، احنا يملى المثانه البوليه تملى الريكتم، بنبص حوالينا الوضع يسمح ولا لا يسمح بالافراغ. الهاير سنتر هتدي البرميشن بانه يشتغل ولا تبعت له انهبيتور امبلس وقفه. يبقى فهمنا السؤال، يبقى ليه الريفلكسز ضاعت برغم غيبه، برغم ان ريفلكس ارك اسف سليم؟ ضاعت لانه لما قطعنا حصل سادن ويدرول اوف سوبرا سبانال فاسيليتيشن، فقدت الامر بالتشغيل اللي هو السوبرا سبانال فاسيليتيشن. لما قطعنا الترانزفيرس سكشن في سبانال كور حصل، اقرا معايا اهي اربع كلمات سهلين، سادن ويدرول لمين؟ للسوبرا سبانال فاسيليتيشن. طب التفسير الكهربائي ان النيرونز دي بقى لما شلت الفاسيليتيشن حصل لها هايبر بولاريزيشن، زاد الريستنج ميمبرين بوتنشال من 2 ل 6 ملي فولت، بعدت عن الفايرنج ليفل فوقف ريفلكس. يبقى ده اول نقطه في الاربع نقاط بتاع سؤال نظري مهم جدا، مش بس في السي ان اس وبعد كده في النيورولوجي في علم الاعصاب في امراض باطنه. لماذا توقف الريفلكسز؟ افهم السؤال، برغم سلامه الريفلكس ارك. لاول مره تفهموا ان الريفلكسز دي ما هياش توتالي انفولنتري، عاوزه سوبرا سباينال فاسيليتيشن، عايزه بيرميشن، عايزه تصريح. واديت اكثر مثال، يبقى حصل سادن ويزدرول اوف سوبرا سباينال فاسيليتيشن. كهربائيا ادى الى هايبر بولاريزيشن، زاد الار ام بي 2 ل 6 ملي فولت. طب السؤال، هترجع بعد قد ايه؟ الديوريشن، تاني نقطة بقى في النقاط الأربعة، بقولنا الكوز نيجي نقول الديوريشن.
قال لك يعتمد على اختار تعبير من اثنين الدومينانس اوف هاير سنترز اهميه الهاير سنترز او بتعبير اشيك الديجري اوف انكيفاليزيشن مدى تطور البريد وبرضه بحب الامثله الطفوليه اللي انتم بتحبوها الابناء يعتمدوا على الاباء حلو لو فقد الاباء الانسان بيحصل له حاله من الشوك لما يفقد واحد ابوه طب هريكافر وامارس الحياه دي بيندنج على ايه على اهميه ابويا بالنسبه لي لو طفل لسه معتمد عليه تماما هيريكافر بعد مده طويله قوي لكن لو شخص متزوج وبيشتغل وعنده هيزعل وهيجيله شوك لما ابوه يموت بس تاني يوم تالت يوم هروح الشغل يبقى الريكافري ديبينز على اهميه الهاير سنترز ذا دومينانس اوف هاير سنترز في كلمه شيك الديجري اوف انكفاليزيشن طب تدينا امثله 100% الفروج الضفدعه مخها ملوش قيمه قوي مش متطور قوي والدليل هقول لك حاجه في العملي هتمسكوا الضفدعه تقصوها من النص تحشوها من النص كده يعني مش مفيش هاير سنتر مفيش النص الفوقاني بعد فيو مينتس وانت ماسك النص التحتاني تشكها في رجلها تسحب رجلها يبقى الاستيجيو سبانن شوك في الفروج بيقعد مينتس بينما في الانسان بيقعد دي اللي مهمه بقى 2 تو 6 ويكس اسابيع لو عاوز ما بينهم بس مش عليك الكاتس والدوجز اكثر تطورا من الفروجز اورز الشمبانزي والاورانجوتان والقرد الحاجات القريبه لينا دايز احنا ويكس 2 تو 6 ويكس يبقى ترتيبها حلو اهو الفروج مينتس القطط والكلاب اورز الشمبانزي والقرد وما شابه دايز المان اللي هو يهمك انت طبيب بشري 2 تو 6 ويكس دي تاني نقطه ثالث نقطة إن هيحصل loss of all reflexes كل الريفلكس هتفقد اللي هم بقى مين الريفلكس دول؟ ما عشقت مستعشق النظام النقطة الثالثة هنتكلم في 8 نقط لسهولة الحفظ والاستيعاب هنخلي كل اثنتين مع بعضهم أول حاجة هيفقد الاستريتش ريفلكس بشقيه الاستاتيك اللي هو المسل تون هيبقى العين عنده افتح ودنك اتونيا مفيش تون طب والجيرك اللي هو الديناميك هيبقى عنده ريفلكس تخبط بالمطرقه على رجله مفيش حاجه ستريتش ريفلكس بشقيه ستاتيك وديناميك تون وجيرك مش موجود تاني حاجه هتفقد ودي كارثه الفليكسوس درول انك لما تشكه في رجله لمده اسبوعين لست اسابيع فقط مش هيسحب رجله مفيش فليكسوس درول مش هيسحب ثلاثة وأربعة هتفقد الفيسرال ريفلكسز ديفيكيشن ميكتوريشن اند إريكشن هيبقى يعني ايه هتفقد فهماني ان فهمانك مع الـ مع الـ مع اليورينا بلادر اكتر ان البلادر لما تكملي مش هيبقى زي الطفل لما تكملي والضغط جواها يزيد الانترافازايكال بريشر ويتخطى الكونتراكشن باور اوف ذا سفينكتر تبتدي تنقط مش تفضي تنقط ده بقى لازم تحفظ تعبير ده صم ما حييت اسمه يبقى غايبة الميكتوريشن ريفلكس تؤدي الى ايه مفيش ما تشرحش اللي انا شرحته تؤدي الى ريتنشن ويذ اوفر فلو ريتنشن ويذ اوفر فلو حبيت واوفر ييرز طلب يذكروني يقولوا لي فاكرين الحكايه اللي انت حكيتها في ريتنشن اوفر فلو هحكيها لكم رغم ان انا خايف على البث في اتنين مارتن لوثر في الدنيا في مارتن لوثر بتاع البروتستانتينية في ألمانيا وفي مارتن لوثر كينج اللي هو الراجل البلاك في أمريكا اللي قال ان انا I have a dream ان في يوم من الأيام أمريكا يحكمها رجل أسود وقد حدث وده كان في خطاب التنصيب بتاع أوباما قال I have a dream الجملة بتاع مارتن لوثر تحققت مارتن لوثر كان عنده جملة تاني جميلة قوي هقولها لك في عربيتنا عشان ما ضاعش وقت هقولها على طول بالعربي كان بيقول ايه طبعا خد بالك سود كان في حالة اضطهاد في أمريكا هو ما زال بس مش بنفس المقياس فقال إن كأس العذاب الإنساني عندما تمتلئ إلى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد يعني لما تتملي الآخر خلاص we cannot take it
إن كأس العذاب الإنساني عندما تمتلئ إلى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد. مارتن لوثر كينج. هو ده بقى التنشنز أوفر فلو. لما تملك كاس لآخرها لو حاولت تحط نقطة زيادة هيحصل إيه؟ الكاس لا هتفضى ولا هتنقص، النقطة الزيادة هيحصل لها أوفر فلو. نفس الكلام، عارف الرسمة دي بقى؟ تخيل ده بقى المثانة البولية وده اليوريثرا. كل نقطة زيادة جاية من الكلية بدل ما الأوفر فلو يحصل من هنا هيحصل من اليوريثرا. تنقط ما تفضاش، تنقط الزيادة، تنقط الزيادة اللي جاية من الكلية. هو ده الريتنشن والأوفر فلو. إنما العبط بقى في الشرح تقول تتملي تفضي، دي بقى أنت مش فاهم الموضوع. غيبة الميكتوشن ريفلكس يؤدي إلى ريتنشن وأوفر فلو. لما يرجع ريفلكس في الريكفر ريفلكس بعد شويه هتبقى زي الطفل زي البيبي يملى فضي، يسموه اوتوماتيك بلادر، حاجه تانية خالص، اوتوماتيك شغال، اوتوماتيك مفيش حاجه كنترول. انما دي ريتينشن اوفر فلو. ان كاس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمه مجال للمزيد. مارتن لوثر كينج. اي هاف ا دريم، وقد تحقق الحلم. طيب نيجي ناخد 4 و 5 الفينس ثيرد مع الارتيريال بلاد بريشر. طبعا فينس ريتيرن قال لنا الزملاء الافاضل بتوع الاناتومي محتاجه للكونتراكشن بتاع الماسل، يبقى هيقل الفينس ريتير طبعا. ده البريفرال هارت بنسميها، فهيبقى الجلد بلو اند كولد. طب الارتيريال بلاد بريشر، تعال اتفرج بقى، دي حته جميله قوي قوي يا اولاد، تحب تشوفوها معانا. ارتيريال بلاد بريشر نورمالي السيمباثاتيك طالع من ثوراسيك 1 للامبر 3 ثوراكولامبر من اللاترال هورن سيلز على وجه التحديد، والسيمباثاتيك هو اللي بيعمل فازو كونستريكشن. بس برضه بناء على اوامر صادره من الجهات العليا اللي هو الفازو كونستريكتور سنتر في المدله، يعني الفازو كونستريكتور سنتر في المدله اوبلنجاتا يبعت لللاترال هورن سيلز فهي تعمل فازو كونستريكشن. لما حضرتك تعمل كومبليت تي اس في السباينال كورد يبقى انت عملت ايه؟ فصلت الرئاسه الفازوكونستريكتور سنتر من اللاترال هورن سيلز، فيحصل صدم فازو دايلتيشن ودروب في الارتيريال بلاد بريشر. عشان كده سموا الستيج ده، افتح ودنك، ستيج اوف سباينال شوك، لانه بيحصل شوك صدم دروب في الارتيريال بلاد بريشر. ثلاث اسئله هنا حافظهم انا في الشفوي تبقى وهحفظهم لك. مين أسوأ قطع لو حصل فوق ثوراسيك 1؟ لأن كده أنت فصلت كل السيمباثاتيك عن من الفازوكونستريكتور سنتر، يبقى هيحصل ماكسيمم دروب في الأرتيريال بلاد بريشر. يبقى هيجي لك في شيء يقول لك الماكسيمم دروب يحصل إمتى؟ لو فصلت كل السيمباثاتيك. طب السيمباثاتيك طالع منين يا أولاد؟ ثوراكولامبر. يبقى لو القطع فوق الثوراسيك ففصل الفازوكونستريكتور سنتر فوقيه من كل السيمباثاتيك. طب جاوب أنت اللي بعدها. طب والمينيمال دروب؟ لو الليجن تحت لمبر 3 تحت سيمباثاتيك خالص، ما زال كل السيمباثاتيك متصل بالفازوكونستريكتور سنتر. طالب مره سالني سؤال لطيف، قال لي طب انت ليه بتقول مينيمال دروب، ليه ما قلتش نو دروب؟ يا راجل يا بني ادم تخيل، ما تغص كده في القرايه بدون فهم. ليجن كسر الفيرتيبرال كولم وقطع السباينال كورد من غير ما ياثر في السيمباثاتيك، ده ما يعملش شويه دروب في الارتيريال بلاد بريشر؟ يعني كسر في العمود الفقري، كسر ظهره يا اخي. عشان كده ما بقولش نو دروب، بقول مينيمال دروب في الارتيريال بلاد بريشر. السؤال الاصعب هو الثالث والاخير. كل ما الليجن كان اعلى، يعني قطعت هنا يبقى الحته دي اتفصلت، كل ما بعلى بالليجن بفصل حته اكبر، اعلى بالليجن بفصل حته اكبر، اعلى بالليجن افصل حته اكبر. يبقى الجمله الجميله بقى. The higher the level of the lesion the lower the arterial blood pressure. واظن عكسها يبقى صح يا اولاد. The lower the level of the lesion يبقى في حتة أكبر متصلة. The lower the higher the arterial blood pressure. يبقى حلوة ماشية بالعكس. The higher the lesion the lower the arterial blood pressure and the lower the lesion the higher the arterial blood pressure. ده سؤال مهم جدا في الارتيريال بلاد بريشر. معلش اعذروني شوية اتكلم بسرعة شوية، بس انتوا تقدروا تعيدوا يا اولاد. املي ان بس يكمل الفيديو، يعني اتضايقت قوي بالامس. نيجي بقى السكين. فاكر القصه اللي حكيتها لك انك انت لما انت وانا بننام على ظهرنا
وبيحصل بريشر على الـ على البروميننت بوينتس في ظهرنا والبلاد فيسل يقل بس بتسخن فعظمه ربنا يحصل فازو دايليتيشن يزود بلاد فلو يبقى البريشر بيقلل والتدفئه وانت نايم والضغط على الحته دي بتزود فدي تعوض دي. طب لما دي عايزه ريفلكس وكلنا عارفين اللي بيرقد في الفراش الناس المشلوله بيقولها ديكوبيتاس انسرز بيت سورس قرح فراش والماسلز ماسل ما بتشتغلش صلا ويستنج يا ولد. طب ما بتجبس ايدك وبعد شهر ونص تفتح الجبس تلاقي ايدك ويستد. اقول لك احسن منها اللي بيطلعوا في السبيس ترافل اللي هم في رواد الفضاء عشان ما فيش جاذبيه بيحصل لهم سيفير ويستنج اوف ماسل اند ديمينرايزيشن اوف بونز عشان كده بيعملوا تمرينات اجينست ريزيستنت مش بغرض استعراضي بغرض الحفاظ على قوه العضلات وعلى المينرالز في البونز. اي ماسل ما بتشتغلش وماسل مشلوله اهي يحصل لها ويستنج. شوف النظام يا ولاد معشق مثل عشق النظام. يبقى الثمان نقط دول هتقسمهم كل اثنتين مع بعضهما ستريتش ريفلكس مع الفليكس ويزدرول اثنين ثم تقول الفيسر ريفلكس وتاخد نقطه مخصوصه للميكتوريشن لان فيها تعبير خاص بيجي في الام اس كيو وفي الشفوي انك كاس العذاب الانساني ريتنشن ويز اوفر فلو انك كاس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد مارتن لوثر كينج. ثم 5 و 6 الفينس ستيلم ارتيريال بلاد بريشر ثم 7 و 8 السكين والماسلز. يبقى اتكلمنا الكوز سادن ويزدرول سوبر سباين فاسيليتيشن الديوريشن تعتمد على تطور المخ دوميننس اوف ذا برين او بتعبير احسن انكفاليزيشن. ثم نمرة النقطة الثالثة اللوس اوف اول ريفلكسز. ثم النقطة الرابعة بقى عشان تاخد الفول مارك لو جالك ستيج سبان شوك بيجي لوحده ما بيجيش كل الكومبليت تي اس يبقى طويلة قوي. الكير اوف ذا بيشنت ازاي تعتني بالبيشنت. العان ما بينزلش البول هيحصل له انفكشن واسندنج انفكشن ويبوظ الكليه اسندنج تطلع الانفكشن في اليوريتر على الكليه يبقى لازم نحط له قسطره كاستريزيشن. ما بينزلش البراز يبقى ريكتال انيما حقنه شرجيه ريكتال انيما يبقى قسطره كاتيتاليزيشن ريكتال انيما. العام بيجي له قرح فراشه تعمل له انفكشن تموته يبقى لازم ما نسيبوش مضغوط على حته معينه فتره طويله كل ساعتين نغير وضع العيان موبيلايزيشن نقلب العيان مش نقلبه يعني ناخد فلوسه نقلبه يعني تغير وضعه. واقول لك حاجات زياده هم مش عليك بس اقول لك بندهن الجلد يا اولاد بالكحول او يعني بودره تلك عشان تعمل له ثيكنينج. طب واللي نايم عليها لازم الملايه تبقى مشدوده تماما عاملين اساتك تحت السرير لان اي انثناء في الملايه في الشيت اي هيعمل يعني انثناءات كانها سكينه تبتدي البيت سورس. والمراتب يا مراتب ميه يا مراتب هواء عشان ما يبقاش فيها بريشر بوينتس بس ده ما عليناش. تدي العيان انتي بيوتكس وتهتم بالنيوتريشن والفلويد العيان لان عيان رائد لا يجي له جلطات ده الكير. يبقى قسطره كاثيترايزيشن ريكتال انيما حقنه شرجيه تقلب العيان وانا ضفت لك شويه حاجات بودره التلك او الالكحول على جلده والملايه لازم كل الناس تحرص اللي عندها ناس مشلوله هو بتكلم في رقبتكم الناس دي تبقى الملايه مشدوده كويس قوي ونايم على ماترس المرتبه عباره عن هواء او ميه انتيبيوتيك نيوتريشن وفلويد. طيب نيجي بقى ستيج اوف ريكفري ريفلكس بعد اسبوعين لست اسابيع الريفلكس هتريكفر ليه؟ هنا نتكلم عن نقطتين بس الكوز وازاي هتريكفر. كوز ان احنا الكيميكال ترانسميتر بيشغل ريسبتورز طب واحنا قلنا النيورونز عمرها ما هتريجنريت يبقى حل رائع جدا النيورونز اللي موجوده تزود الكولاترالز وبالتالي السينابتيك نوبس وبالتالي السينابتيك كيميكال ترانسميتر ايه الروعه دي والريسبتور يعني يتفاعل اكتر مع الشويه القليلين دول ظاهره خدناها العام الماضي يا اولاد اسمها دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي ان لما بتشيل النيرف حساسيه الريسبتور بتزيد وشرحتها ليه لان قلت الاعصاب ما بتطلعش بس الكيميكال ترانسميتر زي ما كل الناس فاهمه انتوا فاهمين حاجه زياده بتين اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر كان الاستايل كلين
اهم حاجة توقفه الكولين استريزس اللي لازقه في النيرف الترو تايب. النور ادرينالين كان اهم طريقة توقفه العصب، العصب يعمل له اكتف يابتيك. فغيبة العصب بيقلل الكيميكال ترانسميتر لكن بيقلل ان اكتيفيشن. فلو في شوية كيميكال ترانسميتر من اعصاب تانية الحساسية ليهم بتبقى زايدة قوي، فيسموا الظاهرة، شوف كلمة عاوزك تدقق معايا فيها، دي نيرفيشن، غيبة بعض الاعصاب ادت الى زيادة السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور، لان هذه الاعصاب لا بتطلع ولا بتان اكتيفيت. وظيفة العصب على انتهاء الاجيال مش فقط انه يطلع الكيميكال ترانسميتر، انما ان اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر. واديت مثالين الاستايل كولين بالكولين استريزس اللي لازق في الاعصاب، والنور ادرينالين بيعمل اكتيف ريابتيك بالاعصاب. تعال نتفرج بقى ريكفري ريفلكس بايه، بمنظور العبد الله اللي هو ايه، انتوا عارفينه قبل ما اقوله، انه وراء الخلق خالق. ستريتش ريفلكس ذا فيرست تو ريكفر، رقم معايا في الكلمه دي، اول واحد يرجع، الثانيه اهم، ويرجع في اللور ليمز اكتر في الفليكسور ماسل عكس الطبيعي. احنا قلنا ان الماسل تون اكتر في الانتي جرافيتي اللي هم في اللور ليمز، مين؟ الاكستنسورز. ربنا يعكس القاعده دي، يرجع التون اكتر في الفليكسورز. فلو عودت العيان، اي لو زورته، هتلاقيه نايم رجليه متنيه، يسموها بارابليجيا انفليكشن، يعني مشلول بس رجليه متنيه. انا مش جاي اقرا معاك يا اولاد، جات اللي بيخليني ما بزهقش اني بحس في هذه المحاضرات ان احنا بنزود ايماننا بوجود الله، بنحارب الالحاد. هو اقرا اللي بعديها، فليكسور وذرو ريفلكس، يعني لو شكيته في رجله ممكن تفتح ودنك. احنا قلنا الاحساسات والموتور اكشن ودع هواك، رجله دي لا حاسه، مفيش سنسيشنز، سنسيشن نيفر ريكفر، والحركه نيفر ريكفر. بس لما تشكه في رجله بيروح صاحبها، لانه ريفلكس، ريفلكس ارك سليم. ما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس. هو مشلول، تقول له عاوزك تتخيل كده، غمض عينيك وتخيل معايا عيان قصادنا مشلول، قول له حرك رجلك المشلول، يضحك، بتعبط، المس رجله، حاسس؟ طبعا لا. طب شكه بقى، تلاقيه راح ساحب رجله مع انه لا حاسس ورجله مشلوله. ما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس. تامل معايا بقى ثلاث نقط، مين اللي بيعمل الفليكسور، فليكسور ويزدرو ريفلكس؟ انا جاوبت السؤال في السؤال نفسه، الفليكسور ماسلز. عشان كده ربنا خلى التون يرجع اكتر في الفليكسورز عكس الطبيعي لتشجيع حدوث الفليكسور ويزدرو ريفلكس. عد معايا، دي نمره واحد. مش احنا عشان العيان العضلات بيحصل لها ويستنج، قلناها قبل كده، بنجيب له في فتره الاسبوعين لست اسابيع راجل بتاع علاج طبيعي يحرك له رجليه ويديله الكتريكال ستيميليشن عشان العضلات ما تبمرش. ده بقى اذا كان دوك علاج طبيعي، ده علاج افتح ودنك الهي، يرجع التون في الفليكسور اللي هتعمل ايه؟ الشيء لزوم الشيء، الفليكسور درول. تاخد اللي بعدها؟ اخد اللي بعدها. اند ات ذا فيرست ريكفر. ليه؟ لانه رجوع التون في الفليكسور ماسلز هيؤدي لامكانيه حدوث الفليكسور درول ريفلكس اللي هي بروتكتيف ريفلكسز. بروتكتيف ريفلكسز، ربنا بيحمي، هو الحامي مش احنا. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر، بيداوي ربنا مش انت، ده انت بس يعني بتساعد كده، نوايا ملهاش قيمه. يبقى اول حاجه ان ربنا رجعها في الفليكسور عشان تشجيع لحدوث الفليكسوس درول. تاني حاجه ان خلى ده اول ريفلكس يرجع، اللي هو التون يرجع الستيتش ريفلكس، تشجيع لحدوث الفليكسوس درول. تالت واحده تحب تسمعها، تتطور بقى، تشكه في رجله في السول، ما يقربش صباعه منك، ما فيش بيراميدال، يبعد عنك، بابينيسكي ساين اللي شرحتها لكم، دي كانت فكره التامل بتاعي. ان عم ما بيمشيش، اللي البيراميدال ليه قلبها بلانتر ريفلكس؟ عشان يزود السبورتنج سيرفيس عشان تقدر تمشي، لكن دلوقتي هو مشلول، يبقى نستفاد انك لما تحك رجله يبعد بقى ما يقربش، يبقى بابينيسكي ساين، دي الثالثه. ثم بعد شويه يبعد الفوت،
لما يقوى اكتر يتني الني، كل ده انفولانتري. وبعدين الهيب، سبحان الله يا ولاد، سبحان الله سبحان الله. حتى في يعني فيسيولوجي وري وجود ربنا، والمرض يوري اكتر. عين حارسة، الله هو الحارس والحامي، سبحان الله. ثلاثة، الديب ريفلكس اللي هو الجيرك، مين اقوى فيه في سحب الرجل وبتاع؟ طبعا الني اقوى من الهيب، فيرجع في الني ذن الانكل، يعني الني قبل الانكل حتى، لان الني مهمه جدا. الني دي لو التانت تسحب رجل خالص قبل الانكل. أربعة، ماس ريفلكس. يعني ايه ماس ريفلكس؟ احنا قلنا لو شكيت العام في رجله بيسحب رجله برغم انها مشلوله وفاقده الحس، ربنا حاميها حارسها. فليكسوس درو ريفلكس، لو شكيته في رجله بعد اسبوعين لست اسابيع هيعمل اربع حاجات: فليكشن اوف بوث لور ليمز اند ابدومين، دي واحد، وبعدين ضغطه يعلى، اثنين، وبعدين يحصل له سويتنج بلو ذا ليفل يعرق، وبعدين يعمل ديفيكيشن واكتريشن على نفسه، نمره اربعه. فسموها ماس ريفلكس، الشكه اللي كانت بتعمل فليكسور ويزدرول فوقيها بتعمل حاجات كتيره: فليكشن لور ليمز عند ابدومين نمره واحد، زياده الارتيريا بلاد بريشر نمره اثنين، عد معايا، سويتنج نمره ثلاثه، ميتوريشن ديفيكيشن نمره اربعه. انا قعدت اتامل فيها ولقيت راجل امريكاني كاتبها، وقلتها للزميل اللي كاتب قصص صديقي جدا مش هقول في انهي جامعه، وكتبها بالظبط. ما وراء الخلق خالق يا اولاد. احنا بنيجي العام من اول يوم نقول له بص يا عمي، لا الاحساسات ولا الحركات هترجع، انسى، ما فيش تراكس نيفر ريجنريت. انما الراجل ما بيصدقناش، حاسس ان هو بواجه خاص ربنا هيعمل معاه عمل خاص وهيرجع له الاحساس. كل يوم الصبح يقوم يروح قارص نفسه في رجله يشوف الرجل دي رجع فيها الاحساس ولا لا. فبعد اسبوعين ست اسابيع لما قرص رجله لاحظ ان هو ما بيسحبش رجله بس، بيسحب رجله الاثنين، ويزيد الضغط وسويتنج، وعمل على نفسه ميتوريشن وديفيكيشن. الله، عمل ميتوريشن وديفيكيشن كنتيجه للقرصة. اقول لك حاجه اول مره تاخدوا بالكم منها: الناس اللي على ويل تشير دول يا اولاد مش مشكلتهم انهم مشلولين، دي المشكله نمره اتنين. المشكله اللي انتم مش واخدين بالكم ان كلهم لابسين حفاضات زي الاطفال، لان عندهم اوتوماتيك بلادر اند اوتوماتيك ديفيكيشن، يملى يفضي زي البيبي، مفيش هاير كنترول، لان سبان كورد مقطوع، مفيش اتصال بالهاير سنتر، ودي حاجه مضايقاهم جدا، ان زي الطفل لابس حفاضه مش انه قاعد على كرسي. فهو لاحظ ان هو لما بيقرص نفسه من ضمن الماس ريفلكس ده بيحصل ديفيكيشن وميكتوريشن. قال لك على الاقل بقى نستفاد منها، نعمل ايه؟ يروح داخل بالكرسي اللي بالعجل وقاعد على التواليت وروح قرص نفسه، فيعمل ميكتوريشن وديفيكيشن، يبقى ضمن ست ساعات مش هيبقى مبلول ميه، ويمكن اليوم كله مش هيعمل ديفيكيشن. فالعام بيجيت ادفانتج اوف ذيس ماس ريفلكس. يعني انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ ما يبدو حاجات بتدرسها وما انتش واخد بالك منها تدل على رحمه ربنا سبحان الله في كل نقطه. ايه سبب الماس ريفلكس؟ ان الريتيشن بسبب ان انت في كسر في الفيرتبرال كولم، في دم وفي فايبروس تيشو، ادى الى الراديشن، ادى الى انكريز اكسيتابيلتي. ثلاث كلمات اهم، يبقى الاريتيشن بسبب الدم والفايبروس تيشو لان تكسر ظهره، كسر العمود الفقري، ادى الى الاريتيشن، ادى الى الراديشن، ادى الى زياده الاكسيتابيلتي. فبدل ما بقت شويه نيرون صغيره تسحب الرجل بس، ما نيرون كتيره بتشتغل تسحب الرجلتين والابدومين، سويتنج يزيد الضغط، وفوق البيع الحاجه الجميله ميكتوريشن ديفيكيشن. فادفانتج. خمسه، بدل ما كان البلادر ريتينشن اوفر فلو حط له قسطره. واسمعني كويس قوي، افتح ودنك، الريتينشن اوفر فلو يعمل اسندنج انفكشن ويبوظ الكلى والعين يموت. القسطره نفسها ممكن تعمل انفكشن، لان عمالين نركب في قساطر ونطلع في قساطر، والقساطر دي يعني مهما كانت الاستريلتي ساعات يعني القسطره لمست حاجه، فاملنا انه يرجع زي الطفل.
يرجع مش التنشن اوفر يرجع يملى يفضي ويلبسه حفاضه زي الطفل. الطفل لا يضار غير بالحفاضه، ما بيجيلوش اسندنج انفكشن. فربنا بعد اسبوعين لست اسابيع شيل القسطره بطل ريكتال انيما، هيبقى زي الطفل يلبسه حفاضه حلو خالص، مفيش اسندنج انفكشن، مش هيموت هيعيش اهو. ارتيال بلاد بريشر بيرجع للنورمال. كاتب الزملاء انه بعد اسبوعين لست اسابيع، وهذا خطا يا ولاد. الارتيال بلاد بريشر بيرجع بعد 6 ساعات مش 6 اسابيع. ليه؟ لان زي ما قلت لكم في الكيدني، لو الارتيال بلاد بريشر مش عالي الكيدني والشات اوف هتقف والتلعن يموت. فترتيب حدوث الاشياء لازم الزملاء ياخدوا بالهم منه. الارتيال بلاد بريشر ده بيرجع بعد 6 ساعات مش بعد 6 اسابيع. الفليكس كل باقي بقى ده اللي بيرجع بعد 6 اسابيع اللي قلناهم، الاسترتش فليكس والفليكسور درول والكلام ده. نيجي في كويتس فليكس. لو عملت العيان عمل مانيبيوليشن للجينيتاليا او احنا عملنا له مانيبيوليشن لهيز جينيتاليا، هيحصل انتصاب وقصف كويتس. عشان كده سموها كويتس فليكس. كويتس يعني جماعه في اللغه، كويتس يعني جماعه، انتصاب وقصف. قبل ما خيالك يسرح وتقول ان العين بقى ايه قاعد ما هو مشلول بقى زهقان، يسلي روحه يعمل ماستربيشن عادة سريه، يعني يلعب في الجينيتاليا فيحصل له اريكشن واجاكوليشن. العين مش حاسس بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن، الجينيتاليا بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن، يعني لو عمل كده اه بيحصل اريكشن واجاكوليشن، مش حاسسهم خالص، يشوفهم بس فمش اي متعه. هتقولي طب ربنا عملها ليه؟ ما انا قلت كل حاجه بتامل فيها. نرجع لسوبرمان اللي قلت لكم احكي لكم قصته. الراجل وقع من على الحصان ده ايه بقى ده كان كوادريبليجيا وده فراجماتيك ريسبريشن. كان متجوز وما خلفش، فجاب مراته قالت انا قررت اخلف منه، بحبه قوي برغم شلل رباعي، انا مش بس هقف جنبه عاوز اخلف منه. فطبعا الناس قالوا ايه العبط ده راجل شلل رباعي خلف ازاي. فجاب واحد في السي ان ان دكتور قال لهم بصوا بعد اسبوعين لست اسابيع هيبقى عنده كويتس ريفلكس، لما نلعب في الجينيتاليا هيحصل له اريكشن والاهم ايجاكيوليشن. ايجاكيوليشن هناخد السيمن ونعمل للست ارتفيشال انسيمينيشن. خلف زي الفل. فهمت بقى ليه ربنا عامل الكويتس ريفلكس؟ مش عشان اللي جه في دماغ بعض وانا بشرح. ليه ربنا عامل اوتوماتيك بلادر اوتوماتيك ريكتم الحفاضات؟ عشان ما يجروش انفكشن بالاسطر. كل حاجه تدل رحمه ربنا يا اولاد. 6 مانث ليتر اخر نقطه وهنقفل. العيان خلاص رجع التون الاول في الفليكسورز، وفهمت ليه ربنا عكس، عشان تشجيعا للفليكسور ماسل، عشان تشجيعا لحدوث الفليكسورز درو ريفلكس. ما زالت العين اللي هي تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. بعد كده بقى لا يعني غبار ولا حاجه غريبه ان ترجع عادي بقى، يعني في الاكستنسور هي في الفليكسور وترجع في الاكستنسور كمان، وفي الاكستنسور اقوى الوضع الطبيعي عشان يفرد رجليه بقى، يبقى يعني ما منظره هو نايم طبيعي بارابليجيا ان اكستنشن. بوزيتيف سبورتنج ريأكشن لسه قايلينه، لما تعمل ديب بريشر على السول يحصل ريفلكس كونتراكشن في الاكستنسور والفليكسور، مفيش هنا ريسيبروكال انيرفيشن. قلنا سؤال مهم جدا، الاكستنسور فليكسور ده الريفلكس الوحيد شفوي اللي ما فيهوش ريسيبروكال انيرفيشن، البوزيتيف سبورتنج اكشن تو كونفيرت دريم انتو ايجيت كولم تو سبورت ذا بودي ويت. يعني يقول لي ايه الكلام ده؟ انت بتشرح لنا انه وراء الخلق خالق، فهمنا فهمك، تعالى تمتع مع العبد الله، تمتع مش تمتع باللي بيقوله، بفهمه لخلق الخالق مش بكلام انا خلقت ربنا. انا بس ببص بنظر، ربنا امرنا ان احنا ننظر. يعني في انفسكم افلا تبصرون، وفي الانجيل انظروا، يعني دعوه للنظر يا اولاد في كل الاديان السماويه. العيان ده اللي قاعد على كرسي بعجل متضايق جدا ما بيبقاش قادر يقف. انت حضرتك في ايام ما كنت بدي المحاضره ساعه واحده الاقي في اخر خمس دقائق طالب وقف، اقول له يا ابني لسه فاضل حته صغيره، يقول لي انا ما هكمل انا بس زهقت من القعده يا دكتور، انا بس واقف لان زهقت من القعده. يعني بعد ساعه زهق من القعده الراجل ده يعني مشلول، مفروض هيقعد ذا ريست اوف هيز لايف زهقان من القعده. فييجوا في مراكز التاهيل
يروح داخل، عاوزك شويه خيال معايا، داخل بالكرسي بالعجل ما بين البارين، عارف اللي بيلعبوا عليهم الجمباز اللعيبه دول، يروح داخل ما بينهم بالكرسي وماسك البارين بايديه وقايم، ما يقدرش يشيل تقله على ايديه، صعبه جدا لان تقله جامد، هو بس ايديه دي ترفعه لفوق وبعدين يروح مسقط وزنه على رجليه. فيحصل ايه في رجليه في الفوت؟ دي بريشر على السول. تعمل ايه؟ ريفلكس كونتراكشن في الاكستنسور فليكسور تو كونفيرت ذا ليم انتو ريجيد كولم تو سبورت ذا بادي ويت. يبقى مجرد الماسكه للبارين دي مش شايل تقله، ده وازن نفسه بس، يعني جاست ان كيس ماسكها كده للامان بس، انما اللي شايله رجليه. عارف ليه؟ لان من نعم الله على الانسان ان الوقوف اذا ريفلكس ذا بوزيتيف سبورتنج رياكشن. مجرد ما يربي ثقله على السول، الديب بريشر على السول، بيكونتراكت الفليكسور اكستنسورز تو كونفيرت ذا ليم انتو ريجيد كولم تو سبورت ذا بادي ويت. دول حاجتين استجدوا علينا بعد 6 شهور. بارابليجيا اكستنشن، فردنا رجلينا بدل ما كنا تانيينها، فهمنا ليه تانيينها في الاول، و بوستيف سبورتنج رياكشن. وفي حاجتين يختفوا، الماس ريفلكس اللي كان يعني صوره من صور التحكم الارادي في الميكتوريشن ايدنتيفيكيشن، لما يقرص نفسه يحصل اربع حاجات، فليكشن البوست لور ليمز اند ابدومين سويتنج رايز في الارتيريا بلا بريشر ميكتوريشن ايدنتيفيكيشن، تختفي. وقلنا كان سبب هي ثلاث كلمات يا اولاد، الاريتيشن ادى الى الراديشن، ادى الى زياده في الاكسيتابيلتي، والكويتس فليكس يختفي، عاوز يخلف وعنده فرصه 6 شهور حد 6 شهور. وقلنا الكوز اوف ريكفري. فهيجي لك السؤال، يا ستيج اوف سبان شوك تكتبه في اربع نقاط، يا ستيج اوف ريكفري ريفلكسز تتكلم عليهم دي اطول، وهتكلم في نقطتين بس، وايه سبب الريكفري؟ افتكر الترانسميتر والريسبتور. النيورونز ماتت بس النيورونز اللي عايشه طلعت كلها زود الترانسميتر. طب والريسبتور اصبح اكثر حساسيه للترانسميتر. دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، جمله لو ما سمعتهاش في العاب لا يقعد نص الناس مش عارفاه، ان النيرف يا اولاد، النيرف يا اولاد ما بيطلعش بس الكيميكال ترانسميتر، بيين اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر از ويل. تبقى فاهم الكلام ده. ده كان واحد من الموضوعات الاكلينيكيه الجميله اللي احب. انا عارف، بصوا يا اولاد، انتوا هتقولوا طب ليه انا ما اعلنتش عن ميعاد المحاضره؟ ما انتوا عارف اللي حصل، ان فجأة البث، فقلت هضيع وقت الناس، انا هقولها وانزلها على اليوتيوب وانزلها على الفيسبوك، انتوا قولوا لبعض بقى، يعني ما استحق ان يولد من عاش نفسي. قولوا المحاضره اللي ضاعت مننا امبارح تم بثها النهارده الحمد لله، واحمدك واحمد الله على عليها. ما بي ربنا له يعني هدف اخر، ان احنا نعرف ازاي ناخد بالنا من العيانين ونفهم، يمكن لان المحاضره كانت على مرض ومرض عويص. بنقول لك الاولمبياد في دوره بعد الدوره بتاعه الناس العاديه، بيبقى في دوره للناس اللي هم هانديكاب كومبرومايزد. فهمنا كل حاجه عنه. تامل اخير واقفل بكده. كنت باجي في المحاضره اروح جايب على تابلو وكاتب 6 weeks وفي النص 6 hours في الاول، وبعدين في النص 6 weeks، وبعدين في الاخر 6 months، يبقى 6 ساعات 6 اسابيع 6 شهور. واقول لهم بصوا، حتى ترتيب الاشياء ماده للتامل. ايه اول حاجه لازم ترجع؟ الارتيا بلاد بريشر، عشان خاطر الكليه يعني داز نوت شات اوف. فتصور ربنا بقى بيخلي اللاترال هورن سيلز بعد 6 ساعات ديستشارج اون ذير اون، لدرجه مكتوبه في بعض التكست بوكس تشتغل كسبسيدياري فازوكونستريكتور سنتر، يعني فازوكونستريكتور سنتر احتياطي سبسيدياري بديل. ده بعد كام؟ 6 ساعات، عشان الكليه داز نوت شات اوف والا هيموت من نيرف فيلير. ده بعد 6 ساعات. طيب بعد 6 اسابيع يرجع الحاجات العضويه، ان يرجع التون اكتر في الفليكسورس خلاص، فيبقى عنده بارابليجيا انفليكشن، وده اول حاجه ترجع تشجيعا لحدوث الفليكسورس درول. شيء رائع. يجي له الماس ريفلكس اللي من ضمنه هيعمل ديفيكيشن وميكتوريشن، فيقدر يتحكم في البولبوراز بطريقه ما. وايفن في عدم التحكم بقى زي الطفل البيبي، اوتوماتيك، مش ريتينشن اوفر فلو، اوتوماتيك بلادر واوتوماتيك ريكتا، يبقى عاوز حفاضه
مش عاوز قسطره وحقنه شرجيه وتجيله انفكشن بس ان انفكشن يموت. حاجات عضويه. وبعدين بعد 6 شهور حاجات نفسيه. رجليه تتفرد في السرير ورجليه المشلوله المشلوله تقدر تشيله بالطريقه اللي قلت لك عليها لما يرفع نفسه بايديه بين المتوازيين ويسيب تقله على السول. الديب بريشر يعمل كونتراكشن في الاكستنسورز والفليكسورز تو كونفيرت ليم انتو اوريجن كولم سبورت ذا بودي ويت. فكنت بكتب 6 ساعات الارتيريال بلاد بريشر، 6 اسابيع الحاجات العضويه، 6 شهور الحاجات النفسيه. حتى ترتيب رجوع الاشياء يا اولاد ماده للتامل لمن يريد ان يتامل. ولا تنسى سؤال مهم قوي بتاع النكتوريشن في الستيج سباينال شوك، ما تقولش تملى تفضي، تملى تنقط. ريتنشن وذ اوفر فلو. ان كاس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمه مجال للمزيد. مارتن لوثر كينج. اشكر الناس اللي تابعتني بدون، وانتوا دلوقتي فاهمين انا ليه ما قلتش، عشان انا حريص على وقتكم اكتر منكم اولاد، فقلت مش هجيبهم بعدين اكتشف ان مش عارف ابث. انا حريص على وقتكم، انتوا حريصون على الاخرين. ما استحق ان يولد من عاش لنفسه ومن لم يفكر في غيره ومن حجب خيرا عن غيره. فبليز كلموهم وقولوا لهم اسمعوا المحاضره، محاضره مهمه وفيها اسئله كتيره. البلانتر ريفلكس، فليكسورز دور ريفلكس، ستيجو سباينال شوك، ريكفري ريفلكسز. الناس اللي معايا اسعدتموني، واللي هيسمعوها يسعدوني اكثر. ونلتقي باذن الله مع الكيدني اذا كان في العمر بقيه وفي الصحه بقيه. شكرا يا اولاد، متشكر جدا.